قدام مرض الكورونا قدام. واحد يحمل الفيروس الان بينكم سوى كارثه. صحتكم اهم من كل شيء. هل ما معقول كذا يا ناس؟ الدوله مبادره كلها غالي ونفيس. حاطين اللحم على العربيه بدون ما تهتموا له. ببلغ البلديه، انا ببلغ. السلام عليكم، معك فيصل من قسم البلاغات والطوارئ 940، تفضل كيف اقدر اخدم؟ إن القطاعات الحكومية تبذل كل ما لديها إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. أكثر من 70,000 بلاغ باشرتها الأمانة. فاليوم حنا عندنا خط الدفاع الأول بالنسبة لنا هو المواطن والمقيم. الرقابة تعتمد على عنصرين مهمين في كل دول العالم، الجولات الميدانية والرقابية ولا الرقابة المجتمعية. المقيم المصري الله يعطيه العافية محمد رمضان الدولي اللي كان بيض الله وجهه، سعدت لما شفت الفيديو وهو يتحدث انه اليوم أرد شيء للوطني. لأول مرة أحس ان انا أرد الجميل على كل الخير اللي انا فيه وكل المدة اللي انا اشتغل فيها. صوت المواطن والمقيم، نحن أقوى ونستطيع أن نصل إلى المشاكل وإخلاقها في فترة قصيرة جدا.